اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيف تستطيع لو حاورت نصرانيا؟ هناك بعض يعني الكلام العقلي أحيانا بعضهم لو تناقشه بالنصوص الشرعية ربما لا يطيعك ولا يتبع ما أنت عليه. وسبحان الله، أنت إذا تأملت وجدت أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي فيه إجابات إن شئت شرعية وإن شئت عقلية عن كل الأسئلة التي تريدها، إجابات شرعية وإجابات عقلية، وليس هناك شيء في ديننا نقول أغمض عينيك واعتقد ولا تسأل، لا، إلا اسأل، ما عندك مشكلة. وليس هناك شيء في ديننا نستحي من إظهاره ونقول يا الله لا يدري عن كذا أو يدري عن، أحيانا قد تستحي أنت من إظهار شيء لأن ما عندك علم فيه، ليس لأن الدين فيه مشكلة، لا، أنت ما عندك معلومات فيه وبالتالي ما ودك يسألك. مثل لما تتناقش مع شخص ويقول لك فرضا يريد أن وأنت ما عندك معلومات تتعلق مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه تزوج 9 من النساء مثلا، وتخاف أن يطرح عليك هذه الشبهة، كيف يتزوج 9 من النساء وأمته يتزوجون 4، طيب أليس هذا؟ فتجد أنك خايف أن يسألك، ليس لأن ما في إجابة، في إجابات عندنا في الشريعة، لكن لأنك أنت ما عندك معلومات في المسألة. أما عند النصارى فهناك أشياء إلى اليوم غير مقبولة، وعند بقية الفرق إلى يومك هناك أشياء غير مقبولة، سواء الفرق المنتسبة إلى الإسلام أو لا تنتسب إلى الإسلام، هناك أشياء إلى يومك هم ما عندهم لها إجابات. وذكروا أن الباقلاني رحمه الله تعالى، أن أبا بكر الباقلاني وكان من أكثر العلماء قدرة على المناظرة والكلام، قالوا إنه بعثه يوما الخليفة إلى ملك من ملوك الروم النصارى، قالوا فلما دخل عليه رأى عنده القساوسة البابوات الكبار، فقال لهم كيف الحال وكيف الأولاد، يسأل البابوات هؤلاء كيف الحال وكيف الأولاد. قال فتناخروا، يعني أهنتنا الآن، تناخروا وجعلوا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال لماذا غضبتم؟ أنا أسألكم كيف حالكم وكيف حال أولادكم وتغضبون؟ قالوا أما علمت أننا نتنزه عن الأولاد، أننا نتنزه أن يصير عندنا أولاد، إحنا قساوسة أعظم من أن يكون عندنا أولاد وزوجات، أما علمت أننا نتنزه عن الأولاد؟ قال سبحان الله، تنزهون أنفسكم عن الأولاد ولا تنزهون ربكم عنهم. الآن أنتم تتكبرون وتطهرون أنفسكم وأن ما تحتاجون أولاد ولا زوجات، وربكم تفترون عليه بذلك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لقد جئتم شيئا إدا، لما ذكر الله قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، وأصلا ما هو محتاج العيال، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله لا يحتاج إلى صاحبة ولا إلى ولد ولا إلى من يساعده ولا إلى من يعينه. وأذكر أنني كنت مرة في مصر وركبت في سيارة، ولعلي ذكرت هذا في موقف سابق لكن ما في مانع من ذكرها لمناسبتها في هذا المقام، ركبت في سيارة ليوصلني إلى المطار، فرأيت السائق كان شابا، رأيت وهو يقود السيارة في يده صليب قد عمله بالوشم،
فقلت له إيش اسم الأخ؟ قال أخوك عصام. قلت عصام يعني أنا أرى يدك فيها زائد، هذا إيش هذا؟ يعني ضربة ولا يعني إيش هذا؟ قال لا هذا صليب. قلت صليب؟ قال صليب. قلت ليش، لماذا تضع صليبا؟ قال عشان أنا مسيحي. قلت طيب تسمح لي مدام لسه بقي ساعة ونصل المطار، تسمح لي أتناقش معك قليلا عن دينك؟ قال تفضل. قلت له أنا سأسألك عدة أسئلة. أولا أنت الآن سأطرح لكم الأسئلة التي طرحتها له، وهي قرابة 7 أو 8 أسئلة التي حضرت في ذهني ذلك اليوم، وإلا الذي سيبحث المسألة سيجد أسئلة أكثر، لكن تلك التي حضرت في الذهن. قلت له الآن أنت تقول إن عيسى ابن الله صح؟ قال آه. قلت يعني أكيد عيسى ابن الله؟ قال نعم. قلت يعني الله اختار أن يكون له ولد؟ قال صحيح. قلت ما دام أن الله يريد أولاد، لماذا جاء بولد واحد ووقف؟ خلي يجيب 10 أولاد 20 ولد، ما دام الباب مفتوح ليش ولد واحد ووقف؟ خلي يجيب 20 ولد أو 30 ولد. أنا لو أتزوج فتاة وأرزق منها بولد واحد وتوقف، وأنا بشر أبغى عيالة، بجيب 3 4 5 10 من غيرها. كيف الله ما دام يريد أولادا، ما دام أن الله تعالى له صفة الرغبة في الأولاد، ليش يأتي بولد يوقف؟ ليش ما جاب 20 ولد؟ بعد ليش ما جاب بنت؟ ليش جاب ولد؟ وليش ما خلاهم ولد وبنت؟ قال أنت بتتكلم على ربنا؟ قلت لا والله أنت اللي تتكلم على ربنا، ما هو بأنا، أنا لا أتنقص الله، أنت بفريتك تتنقص الله. لكن فعلا أجبني، لماذا الله رزق يعني جعل لنفسه ولدا واحدا، جل الله عن ذلك، جعل لنفسه ولدا واحدا ولا جاب أكثر، ما دام أنك أقريت أن الله له أولاد؟ قال ما هو ده اللي حصل بقى. ثم قلت له طيب أجبني عن الثاني. قال ما هو؟ قلت أنت تقول إن الله عز وجل قد أنزل ولده الوحيد إلى الأرض لأجل أن يقتل وبالتالي يكفر الخطيئة. قال نعم. قلت خطيئة من؟ قال خطيئة آدم. قلت ماذا فعل آدم؟ قال أكل ثمرة من شجرة، فلا زالت هذه الخطيئة فيه وفي أمته، فلأجل أن الله تعالى ينقذ البشر من مغبة وإثم وعقوبة هذه الخطيئة، نزل ولده الوحيد ليصلب هذا الصلب حتى يطهرهم من الخطيئة. قلت طيب اسمع مني. قال نعم. قلت الذي فعل المعصية هو آدم أم عيسى؟ قال آدم. قلت طيب إيش ذنب عيسى يعذب بدل آدم؟ ما دام آدم هو الذي وقع في الخطأ، لماذا لم يصلب آدم؟ ليش آدم الذي يأكل ويعصي ثم بعد ذلك عيسى هو الذي يصيبه الأذى والعذاب؟ قال يعني ده اللي حصل. قلت طيب خذ الثالثة. قال نعم. قلت الآن أنت تقول إن عيسى صلب، كيف صلب بالله اشرح لي؟ قال صلب جاءوا به وربطوه على صليب وضربوا يديه بالمسامير وضربوا ساقيه، وكان بيصرخ وبيتعذب وبيبكي وكذا، ويعني وفعلا آلام تصيبه. قلت بعدين؟ قال بعدين جاءوا مزقوه وصبوا عليه كذا، وحتى الخل بدأ يتعذب، وهم بيضحكوا تحت ويتمايلوا على بعض، وبعضهم يشرب خمر. قل طيب أين كان أبوه؟ قال أبوه موجود. قلت وين؟ قال في السماء. قل طيب أبوه راضي عن هذا؟ قال ها. قلت يعني أبوه فرحان أن ولده يعذب هالتعذيب؟ أنت لو أمسك بنتك وأضربها شوية بترضى؟ قال لا. قلت كيف الله رضي؟ معنى ذلك أن أباه ما يدري؟ قال لا كيف ما يدري، هذا ربنا. قلت معنى ذلك أن الأب أن الله ما يدري ما يستطيع أن يعينه؟ قال بلى يستطيع. قلت طيب لماذا لم ينقذه؟ قال عشان يكفر الخطيئة. قلت طيب ألا يوجد أسلوب آخر لتكفير الخطيئة إلا أن يقتل ولده الوحيد؟ يا أخي يكفرها بأساليب أخرى، غفرت لكم انتهينا، خلهم يصلون 500 صلاة في اليوم، عذبهم بذا، خلهم يدفعون نصف أموالهم زكوات، عذبهم بأي نوع من العذاب، خلهم ما يشربون الماء لمدة كذا. أما أنه لا يوجد أسلوب لتكفير الخطيئة إلا أسلوبا واحدا، أن يقتل ولده الوحيد بهذه الطريقة البشعة،
قال والله صحيح، بس ده اللي حصل بقى. قل طيب الآن عيسى وهو، وتذكرت سبحان الله قصة لأحمد ديدات رحمه الله جميلة في هذا، لما بدأ يناظر مرة أحد النصارى وقال ذلك النصراني لأحمد ديدات، قال يا أحمد أنتم تزعمون أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم له قربه وشأن عند رب العالمين؟ قال نعم. قالوا تزعمون أيضا أن الأنبياء أحياء في قبورهم؟ قال نعم، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وعموما أصحاب القبور لهم حياة برزخية يعني بين الدنيا والآخرة، حتى غير الأنبياء يكون روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر نيران أو نحو ذلك. قال طيب ابن نبيكم الحسين لما قتل في كربلاء ألم يكن نبيكم أصلا يحبه؟ قال بلى، حسين رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة. قال بلى. قال طيب ما دام نبيكم قريب من الله وأن طلباته عند ربه مستجابة، لما لم يقل يا ربي أنقذ ابني؟ فقال لأحمد ديدات قال ذلك. قال كيف؟ قال فعلا محمد لما ابنه بدأ يقتل قال يا ربي أنقذ ابني أنقذ ابني، لكن تدري الرب إيش أجابه؟ قال إيش قال له؟ قال له الرب يا محمد أنا ما استطعت أنقذ ابني، أبا أنقذ ابنك؟ يعني أنتم الآن جئتم بشيء أطم، تقولون إن عيسى ابن الله وقتلتوه ولعبتم فيه، وكيف تريد هذا؟ ما قال له ما استطعت أنقذ ابني، تريدني أنقذ ابنك؟ فبهت الذي كفر. ثم قلت لهذا الشاب، قلت له طيب أنت الآن تعتقد أن عيسى هو ابن الله إلى آخره؟ قال نعم. قل طيب مدام أن عيسى هو ابن الله يعني إله؟ قال نعم إله. قل طيب مدام عندنا أن عندنا إلهي، افرض إن الله تعالى أراد شيئا وعيسى ما يريده، يعني مثلا أراد الله تعالى أن فلانا هذا يموت الساعة 5 العصر وعيسى ما يريده يموت، عنده أولاد صغار وكذا ولا يريده يموت، من يمشي كلامه؟ يمشي كلام الله الرب الأب على قولك ولا كلام الابن؟ هم كلهم إله. قال يمشي كلام ربنا. قلت ربنا اللي هو مين؟ اللي هو الله ولا عيسى؟ قال لا، يمشي كلام الله الأب. قلت إذن عيسى ليس إلها. قال لماذا؟ قلت لو أنه إله مشى كلامه. قال لا يمشي كلام عيسى. قلت إذن الأب ليس إلها، لأن ما دام إله ولا يمشي كلامه معنى ذلك أنه ليس إله. قال يمشي كلامهم كلهم. قلت لا يمكن يمشي كلامهم كلهم، كيف يعني؟ متناقضات، يموت وما يموت. قال يا أخي ما يمشيش كلام حد. قلت لا يمكن ما يمشيش كلام حد، لازم يا أما يكون حي ولا يكون ميت، ما فيها. مثل ما قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد، اللي هو دليل التمانع يسمونه العلماء، قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ثم ذكر دليلا عقليا يحيل أن يوجد إله مع الله، فقال إذن، يعني لو كان في إله، إذن النتيجة لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني ما في حل لما عيسى يقول أنا أريد كذا والرب يقول لا أنا أريد كذا إلا أن يقسم الأرض بينهم، ذهب كل إله بما خلق أو يعلو بعضهم على واحد يمشي كلامه غصبا عن الثاني، وبالتالي لا يكون الثاني إلها. المهم استمريت في الكلام معه، قلت له طيب الآن أنت تزعم أن عيسى ذبح هذه الذبحة الشنيعة كلها لأجل ثمرة أكلت من شجرة؟ قال نعم. قل جرت العادة أن الكفارة تكون بمقدار الذنب، جرت العادة أن الكفارة تكون بمقدار الذنب، أليس كذلك؟ يعني واحد عمل ذنب صغير تكون كفارة صغيرة. إنسان مثلا في رمضان أكل وأفطر بالأكل والشرب يكون كفارة أن يقضي يوما بدلا، إنسان أفطر بالوطأ بالجماع كفارة صيام شهرين متتابعين، ولا لا؟ مثل ما يذكرون الواحد جاء مرة إلى إمامهم، واحد يعني إنسان فاسق وداشر وكذا، جاء عند الإمام قال يا شيخ أنا يعني استغفر الله أمس صدمت قطة هرة يعني وماتت، وإيش كفارتي؟ نظر الإمام إليه فوجد الشاب مدبر
معرض ومعاصي. قال لا لا، هذه كفارتها أنك تخرج 4 أيام في سبيل الله. قال كيف؟ قال تطلع مع شباب للدعوة إلى الله 4 أيام في سبيل الله، وعشان يكفر لك الله أنك صدمت قطة. قال أعوذ بالله، كفارتها 4 أيام في سبيل الله، روح يعني لعل الله يصلحه في هال4 أيام. فراح جلس يوم يصلي معهم ويتعبد، ثم لقي شخصا آخر في المسجد، سلم عليه، كيف حالك، أنت من وين؟ والله أنا من كذا. فقال له الشاب هذا يسأل ذلك الرجل، قال له أنت كم خارج؟ قال 40 يوم. قال ليش؟ صادم فيل؟ يظن كلهم يعني ما جاءوا إلا مسوين حوادث من حجز المرور وعلى طول على خروج في سبيل الله. فأنا كنت أقول له الشاب، أقول له الآن جرت العادة أن تكون الكفارة موازية للخطأ، جرت العادة أن تكون الكفارة موازية للخطأ، فالذي يفعل خطأ صغيرا يكون كفارة في حجمه، والذي يفعل خطأ كبيرا تكون كفارة في حجمه. ما هو الذنب الذي فعله آدم عليه السلام؟ قال أكل ثمرة من شجرة. قلت يعني ما أبى أن يسجد لله؟ قال لا. قلت ولا سب ربه؟ قال لا، يعني ما فعل ذاك الشيء العظيم، إنما صحيح أنها معصية لكن يوجد معاصي أكبر منها، لا يعني أنها ليست بشيء المعصية لا، لكن في معاصي أكبر منها لم يفعلها آدم، إنما أكل ثمرة من شجرة. قلت وهذه المعصية بهذا الحجم لا يكفرها إلا أن ينزل الله ولده الوحيد ليصلب هذا الصلب البشع؟ أجل لو آدم عمل أكبر من كذا كيف ستكفر؟ قال والله أنا ما أدري. وأنا قلت طيب أسألك السؤال الأخير. قال يا أخي بلاش، قلت هذا السؤال الأخير بس. قال نعم. قلت الآن إن عيسى عليه السلام أنزله الله لأجل أن يكفر الخطيئة. قال نعم. قلت يكفر الخطيئة عن اللي سبقوه من البشر أم الذين سيأتون بعده؟ قال لا، اللي ماتوا ماتوا بالخطيئة خلاص، الذين ماتوا قبل عيسى ماتوا والخطيئة في ظهورهم يعذبون، لكن هو جاء حتى يكفر الخطيئة عني وعنك وعن البشر. قل طيب إيش ذنب الناس الذين ماتوا قبل عيسى؟ مدام الله تعالى أراد أن ينزل عيسى ليكفر الخطيئة، يا أخي نزله قبل 1000 سنة 2000 سنة حتى يكون مجموع البشر الذين يدخلون في الكفارة عددهم أكبر، لا يكون فقط يعني مدام في إنزال لعيسى وقتل له عليه السلام لأجل أن يكفر خطيئة، خله يا أخي يكون مكان إبراهيم متقدم كثير حتى ولا مكان نوح حتى يغطي أكبر قدر من البشر. قال ما هو ذا اللي حصل؟ قلت طيب أنا كنا وصلنا المطار، قلت طيب هذه زيادة في الأجرة وهذه هدية لبنتك الصغيرة وهذه كذا، لكن أنا سأطلب منك طلب. قال نعم. قلت أنت ستقف بين يدي الله تعالى وحدك، وسيسألك وحدك، ويحاسبك وحدك، والله لن تغني عنك أمك ولا أبوك ولا أختك ولا أخوك، ولن يكون لك عذرا أمام الله تعالى أنك تقول ولدت بين أبوين نصرانيين وبالتالي صرت نصرانيا. الله تعالى ما يقبل هذا الكلام، وقد قالها من قبلك، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم ماشين، من غير تفكير أقفل فكري وأمشي كما كان آبائي يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي آية أخرى مهتدون، هذا لن ينفعك يوم القيامة، الله تعالى جعل لك عقلا واختيارا وتستطيع أنك تختار الحق من الباطل، فالأصل أنك تختار حتى لعل الله تعالى أن ينفع بمثل ذلك. وأسأل الله لك الهداية والتوفيق والرد إلى الحق. وترى ممكن تدخل في الإسلام من غير ما تخبر أهلك، إذا أنت خايف من أن تدخل في الإسلام ويصيبك ضرر من أهلك فيجوز أنك تدخل في الإسلام دون أن يعلم أهلك، أخفي إسلامك وصلي خفية، أو اجمع الصلاتين للعذر الشديد إذا لم تستطع أن تصلي الصلاة في وقتها وأصابك عذر شديد. أهم شيء أن تدخل على الأقل في عداد المسلمين وأن تعبد الله تعالى وحده لا شريك له، فإن الله جل وعلا جل عن الصاحبة والمثيل والكفء والنظير والولد، ولا يرضى الله تعالى أن تدعي له مثل ذلك. شكرني ونحو ذلك وذهب. فأنا أقول مثل هذه النقاشات إذا كان الواحد منا عنده شيء من المعلومات فيها، من الحسن أحيانا أن يثيرها معه. أحيانا تدخل إلى صيدلية ويكون الموظف أحيانا فيها ربما من العرب النصارى، أحيانا ألقي هذه الاستفهامات فقط،
حتى لو لم تكمل المناقشة على الأقل ضع له استفهامات في رأسه واذهب. وربما أحياناً أنك تضع استفهامات في رؤوس هؤلاء ثم يفتح الله تعالى على قلبه ويدخل في الإسلام وتصلح أحواله، أنت ما تدري لكن الله يدري جل جلاله، وما يعمل بعد ذلك من عمل إلا كتب الله تعالى لك مثل أجره. أذكر كنت في قبل رمضان كنت في الأردن، وكان يعني عندي محاضرات الصبح في الجامعة والعصر كذلك محاضرة والمغرب محاضرة وبعد العشاء محاضرة، ثم كان معزومين على عشاء، فكنت من الفجر متعب جدا. ثم كان عندي موعد الساعة 12 بالليل، الساعة 11 بالليل في كلمة في البالتوك. فلما جاءت الساعة 11:30 ونحن لم نخرج من صاحبنا، واتصلوا الإخوة على الشباب في البالتوك قالوا أعلنوا أننا سنتأخر قليلا، وركبت السيارة ونمت من شدة التعب. قالوا الشباب يا شيخ احنا أعلننا ولا بد أن تتكلم. قلت يا أخي أنا ما أستطيع، أنا من الفجر وأنا شغال وأنت تريد كلمة كاملة بالصوت والصورة. قالوا أعلننا والناس الآن في الموقع ينتظرون. فذهبت جئت وجلست وتكلمت عن كلمة، عن كانت تلك الأيام حول أحداث الدنمارك ونحو، وتكلمت عن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فأذكر من ضمن الأسئلة فتاة سألت شيئا يتعلق بالصحابة رضي الله عنه، فأجبت سؤالها سبحان الله إجابة يعني مختصرة، وأيضا كان الذهن متعب حقيقة فما كانت المعلومات تامة، لكن تكلمت بما يسر الله تعالى وناقشت قليلا وأجبتها عما أعلم. انتهينا كان قرابة ساعة لربع تقريبا وودعناهم ومشينا. جاءني اتصال قبل 3 أسابيع تقريبا من أحد الإخوة المشرفين على البالتوك، قال يا شيخ تذكر الفتاة التي سألتك في ذلك اليوم؟ قلت والله ما أذكر. قال بلى، الفتاة التي سألت عن الصحابة وقالت وبدأ يذكرني يذكرني حتى تذكر شيئا يسيرا. قلت نعم. قال اتصلت بنا تريد رقمك. قلت لماذا؟ قال تلك الفتاة شيعية تسكن في اليابان وسألتك واستقامت واهتدت من ذلك السؤال الذي ما استغرق دقيقة أو دقيقتين، وهي الآن لها 4 أشهر تريد أن توصل إليك هذه البشرة فقط. فأعطيتها الإيميل وكذا وقلت طيب ترسل لي إذا كانت تريد المراسلة. وسبحان الله بعدها أصبح العبد لا يحتقر عملا. أحيانا أنت تقول يعني كلمة في بالتك وانقطع 3 أو 4 مرات أثناء الكلمة أيضا، والصوت ما كان واضح، والأسئلة بعضها تسمعه وبعضها ما تسمعه، تطلب منهم كتابته. فإذا سبحان الله أحيانا بعض الناس هو أصلا غير مقتنع بدينه الذي هو عليه، يحتاج من أحد فقط يدفعه دفعا يسيرا. فلا مانع من أن يحمل الواحد منا مثل هذا الهم، أن يناقش بعض هؤلاء، أن يتحدث معهم. أهم شيء أن يكون بأسلوب مناسب، وأن يشعر منك الصدق في دعوته إلى الخير والرغبة الملحة في هدايته، وأنك لا تريد له إلا الخير. إذا اجتمعت هذه المشاعر مع النية الصادقة وابتغاء وجه الله جل وعلا وصلاح المقصد وأيضا العلم الشرعي الذي تخرجه له، إذا اجتمعت كلها فهذا حري أن يهدي الله تعالى على يدك أقواما. لكني أحذر من أن يدخل المرء في نقاش لا يحسنه. أحيانا بعض الإخوة يدخل في نقاشات هو أصلا ما عنده معلومات فيها ويتحمس ويبدأ يناقش، ثم لعلهم أحيانا أن يطرحوا بين يديك بعض الشبهات التي لا تعرف إجاباتها، وبالتالي تبدأ تخبط يمينا ويسارا فتصبح يعني كمن أراد أن يصلح الشيء فأفسده. لا، إذا كنت تعرف عندك معلومات فادخل وحاور وناقش إذا كان عندك معلومات، أما إذا لم يكن عندك معلومات فابحث عن المعلومات وتعلمها ثم ادخل أو لا تدخل من أولها، ولا تحتقر كما تقدم، لا تحتقر شيئا تفعله لأمثال هؤلاء. وعموما ما دام تكلمنا عن عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام يعني لم يجأ بالشرك الذي عليه من يزعمون أنهم أتباعه اليوم، فهو لم يقل إني ابن الله، ولا يوجد نص في التوراة، لا يوجد نص في الإنجيل قال فيه عيسى إني ابن الله، حتى الإنجيل المحرف اليوم. وكذلك الذين يدخلون في الإسلام من النصارى أكثر، أقصد الدخول الجدي باختيارهم ويثبتون عليه، الذين يدخلون في الإسلام من النصارى أكثر من الذين يدخلون في النصرانية من المسلمين. قد يقول البعض كيف يا شيخ، طيب أنا أعرف بعض القرى في أفريقيا يدخل
القرية فيها 70,000 أو 100,000 ويدخلون كلهم في النصرانية على يد داعية النصرانيين واحد. أقول لك صحيح، لكن هؤلاء لا يدخلون دخولا يتمكن منه دين النصرانية من قلوبهم. هؤلاء تحضر لهم تريلة فيها أكياس ذرة أو أكياس رز وتوزع عليهم، ويقال يلا من قال عيسى ابن الله أعطيناك كيس، يلا عيسى ابن الله خذ كيس. وقالوا يلا احنا جماعة جعلنا الآن نصرنا 100 قرية أو 200 قرية. أما لم نذكر أبدا أن عالم من علماء المسلمين تحول إلى نصراني. هل سمعتم عن هذا عبر التاريخ؟ سمعتم عنه؟ لا. بينما سمعنا مرارا أن قساوسة انقلبوا مسلمين، صح؟ بل صاروا دعاة إلى الله أيضا. هل سمعت يوما أن إنسانا مسلما نشأ بين المسلمين وعنده اغتناء عن الحاجة، أعني أنه لا يمكن يغرى بمال ويقول تنصرت، ومع ذلك تنصر؟ لا يتنصر المسلمون في الغالب إلا عبر إغراءات مالية، إغراءات تتعلق بشهوات ونحو ذلك. أنت على دين قوي ثابت، فما دام أن الله تعالى جعلك عليه احرص على أن تثبت عليه، واحرص أيضا على أن تدعو غيرك إليه، لعل الله تعالى أن يصلح قلوبهم به. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. مصدقا يعني مطابقا موافقا لما بين يدي من التوراة. التوراة جاءت بتعاليم، جاء عيسى عليه السلام بمثلها، سوى أنه قد يكون هناك تغيير يسير في بعض الشرائع. مصدقا لما بين يدي من التوراة، علاقة عيسى بالتوراة تقدمت معنا، وهي أنهم يعتبرون النصارى اليوم يعتبرون الإنجيل هو العهد الجديد، ويعتبرون التوراة هي العهد القديم. هذا يعني موجود عندهم كما تقدم معنا قبل قليل. بشارة عيسى عليه السلام، أليس عيسى يقول مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه إيش؟ أحمد. هناك عبارات في الإنجيل اليوم تدل على أن عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قد يعترض بعض الإخوة ولهم حق الاعتراض، يقول طيب كيف نحن نعتقد يا شيخ أن الإنجيل محرف، كيف تستدلون من الإنجيل الموجود اليوم على أن عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فنقول إنه ليس الإنجيل كله وليس التوراة كلها وقع عليه التحريف. قد يكون حرف منه 50%، حرف 60%، لكن ليس كل حرف. الدليل على أنه ليس كله حرف أمور، منها أن الله تعالى احتج على اليهود بالتوراة الموجودة في أيديهم، كما قال سبحانه وتعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأمرهم الله أن يتلوا التوراة أمام محمد صلى الله عليه وسلم ليثبت لهم أنه مذكور فيها، ولم يأتوا بها لأنهم يدرون أنه مذكور فيها. التوراة التي محرفة لا يزال فيها بعض الذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في البخاري أن رجلا وامرأة من اليهود وقعوا في الزنا، فقالت اليهود يحكم بينكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أحكم عليهم بكتابكم، هاتوا التوراة. فأقبلوا بالتوراة، فأمر قارئا منهم أن يقرأ، فبدأ يقرأ. قال لهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأ، قال: ما تجدون عقوبة الزاني في كتابكم؟ قالوا: يسود وجهه ويطاف به، يعني نأخذ من ما تحت القدر يكون فيه السواد السموم هذا ونسود على وجهه نهينه ونطوف به، هذا زاني، ويروح يغسل وخلاص. قال: يعني بس هذه العقوبة؟ قال: نعم. قال: اقرأوا التوراة نرى. فقرأوا ما ورد في الزنا في التوراة، والقارئ لما مر على ما يتعلق بالرجم وضع أصبعه عليه وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال صلى الله عليه وسلم: أرفع أصبعك واقرأ ما تحته. فرفع أصبعه وقرأ فإذا فيها الرجم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما دفعكم إلى هذا؟ لماذا أنتم تنكرونه وتدعون أن غير موجود؟ ما دفعكم إلى هذا؟ قالوا: إنه كثر في أشرافنا، فبدأ أشرافنا يعني يقعون فيه، وصعب أشرافنا ونرجمهم أيضا، فصرنا اخترعنا هذا الشيء وبدأنا نخفف عن أشرافنا به. يعني هم بدأوا أول شيء يخففون عن الأشراف
ثم بعد ذلك خففوا على كل الناس وصارت هذه العقوبة. فالمقصود أن التوراة والإنجيل الموجودة اليوم لا يزال فيها حق وباطل، صح أن الباطل أكثر لكن لا يزال فيها شيء من الحق. من نصوص الإنجيل قال يوحنا الإنجيلي في الفصل 15 من إنجيله، طبعا تعرفون أن الإنجيل إنجيل برنابا ومرقس ويوحنا ولوقا، هذه أربعة أناجيل. سآتيكم من كل إنجيل بمثل تقريبا. قال يوحنا الإنجيلي قال يسوع المسيح في الفصل 15 من إنجيله أن الفار قليط روح الحق الذي يرسله أبي، طبعا هذا كلام عيسى، أبي يعني الرب عز وجل، وهو يعلمكم كل شيء. كلمة فار قليط هي كلمة عبرانية معناها أحمد صلى الله عليه وسلم، هذه موجودة عندهم إلى الآن، فار قليط يعني أحمد، وكتبها النصارى بفتح الفاء وهي بكسرها فر قليط أصلا، ومعناها المحامي المؤيد إلى آخر. المهم أن هذه الكلمة، حتى ما أدخلكم فيما يتعلق بنقاش النصارى ونحوه، لكن أنا أوردتها لأجل أن نبين أنهم إلى اليوم يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبشر به. لذلك لما قال عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي، قد يقول لك واحد من النصارى وين بشر عيسى، وين بشر؟ تقول تعال موجود عندك في الإنجيل هذه البشارة. كذلك في إنجيل برنابا قال إنه لا يأتي في زمنكم بل يأتي بعدكم بعدة سنين حينما يبطل إنجيلي ولا يكاد يوجد 30 مؤمنا، ففي ذلك الوقت يرحم بالحاء يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقر على رأسه عمامة بيضاء يعرفه أحد مختار الله وهو سيظهره للعالم. هذا موجود اليوم في إنجيل برنابا. إيش أوضح من هذا؟ يبعث لرسوله الذي تستقر على رأسه غمامة بيضاء يعرفه أحد مختار الله وهو سيظهره للعالم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون لما كان في صغره ومضى مع عمه إلى الشام كانت تظله غمامة، ورآه من؟ بحيرة الراهب وعرفه، وقد يقال أن الغمامة البيضاء يعني العمامة. وفي إنجيل يوحنا 14:26 وفي العهد الجديد 143 قال إذا جاء الفار قليط الذي أبي أرسله روح الحق الذي من أبي وهو يشهد لي قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشكوا فيه. حتى إذا كان إذا جاء تؤمنوا به ولا تشكوا فيه. لو قال لك النصارى لا 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 هذا ما هو بالمقصود به محمد، نقول طيب بالله عليك عيسى عليه السلام من متى غادركم؟ من متى رفع أو على قولكم صلب؟ يعني منذ أكثر الآن من 2000 سنة، يعني هو من ميلاده 2007 الآن، لكن من رفعه يعني قل قرابة 1970 سنة أو أكثر من ذلك. طيب إذا كان لم يأتي نبي، أين ما دام عيسى يبشر بنبي والآن مضى 1970 سنة إلى اليوم، وين هالنبي إن لم يكن محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فمن إذن؟ ما دام أن عيسى يقول وسيأتيكم حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشكوا فيه وصفه لكم، لما لا تؤمنوا به ولما لا تدخلوا في دينه؟ لذلك أيها الإخوة والأخوات تجدون أن العادلين من النصارى والعقلاء إذا قرأوا مثل هذا آمنوا وقالوا ربك يخلق ما يشاء ويختار، كما أن الله تعالى لما بعث عيسى آمن به الناس الموجودون في عصره، كذلك يبعث بعده من الأنبياء ويؤمنون به، لماذا نكذب به؟ أما القول بأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاصة بالعرب أو أنه نبي غير صادق ادعى النبوة أو نحو ذلك فهذا كله مردود عليه، ومن نظر في النصوص التي عندهم اليوم عرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق الذي أمرهم الله تعالى باتباعه وبالإيمان به. قوله اسمه أحمد، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاسمه أحمد واسمه محمد. وروى مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر
الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب، عاقب يعني الذي ليس بعدي نبي. محمد معنى محمود العواقب، يعني من كثر ما محمودة عواقبه سمي محمدا. وأحمد معناه أكثر حمدا من غيره، مثل ما تقول أبصر يعني أكثر إبصارا، أسمع أكثر سمعا، كما وصف الله جل وعلا بنفسه وقال أسمع به وأبصر، يعني ما أبصر الله لكل شيء وما أسمع الله لكل شيء. ففي البشر لما يقال أحمد يعني أكثر حمدا لله من غيره. بقي معنى الكلام على قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وكذلك قول عيسى من أنصاري إلى الله، لعلنا إن شاء الله يكون معنا في الدرس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.